طيب كيف شايف انت تجاوب يعني الاتحاد السعودي مع مثل هالمواضيع؟ يعني مثلا الجدل اللي دار بين الاتفاق والنصر، الاتفاق صدر بيان اعلامي، النصر غرد تغريده وقت المباراه، ما حد تجاوب على هالموضوع، ما حد رد عليه. يعني انت تشوف انه هل هم تعاملوا بمبدا الصمت حكمه، ولا تعاملوا بمبدا بكره جوله ويجي غيرها ويشغلهم، ولا تجاهل، ولا عدم إدراك لأهمية الموضوع؟ يعني نادي الاتفاق لو يبغى الموضوع يكون بشكل خاص أرسل إيميل، صحيح، لكن طالما صدر بيان إعلامي، هل تشوف أنه كان مفروض يكون في رد إعلامي؟ مفترض. يعني وأنا ضد من العام وقبل العام أنه تجتمع اللجنة تقولك والله الفاول اللي صار والطرد اللي صار غير صحيح، كل هذه غير مجدية. اتحاد الكرة مثل مجلس الحكام مفترض ينظر بعين المسؤولية، مو يعني كمعاملة إدارية أو تكميم أفواه، يكون واضح، لأنه بالفعل العمل مثل العمل التحكيم يكون لابد يكون في جدل، ولكن في وضوح من لجنة الحكام، من اتحاد الكرة اهتمام. من حق الأندية تشتكي، ولكن بعض الأندية أيضا تلجأ للفت الأنظار عن خسارة، عن تعثر ببيانات، ولكن الفترة الأخيرة من حق الأندية تشتكي، ولكن اتحاد القدم لا زال يعني يتخذ وضع الصامت، لأنه ما وهذا لا يخدم الكرة السعودية.